سعدنا صباح هذا اليوم حقيقة بالتكريم من قبل صاحب السمو الشيخ سلطان محمد قاسمي رئيس مجلس تنفيذي نائب الحاكم لإمارة الشارقة. الحقيقة فريق الرحمة من أحد الفرق المهمة والفاعلة في هيئة كهرباء الشارقة. الهدف من تأسيس هذا الفريق الحقيقة الالتصاق المباشر بالمجتمع واحتياجاته والتطوع في خاصة في الأوقات الموسمية في شهر رمضان المبارك، الأعياد اللي تمر فيها الدولة، اليوم الوطني. والفريق الحقيقة أثبت جدارته على مستوى العام. هيئة كهرباء الشارقة تقدم من خلال هذا الفريق خدمات تطوعية للمجتمع. التطوع ما مشك سمة بارزة في تاريخ من تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ذلك الوقت يعني وإحنا نسعى دائما ولا غرابة أن تحتل دولة الإمارات الحقيقة صدارة الدول على مستوى العالم في تقديم الخدمات التطوعية والخدمات الإنسانية.